الماتيريال بتاعت الاثر يعني تجرنا احنا كعموما او نسميها بتعبير تاني الماتيريال ساينس اللي هي علوم المواد. يعني هيجرنا الموضوع لتعبير تاني اللي هو ايه هو الماتيريال ساينس او ايه هو علوم المواد. طيب نيجي بقى الحضاره الانسانيه او التراث الانساني، ممكن نتخيل ايه؟ مبنى زي اللي احنا قاعدين فيه ده يعتبر تراث انساني، معبد من المعابد، مسله من المسلات، تمثال من التمام، دي نقطه. الفنون والحضارات القديمه والصناعات القديمه والحرف التقليديه، لو مثلا العملات، الاواني، بدات من عصور قديمه من عصر الحجري كانت بيستخدموا الحجر كاواني وكتولز وكادوات، فعشان كده سموه بالانسان العصر الحجري. ليه؟ لان هو استخدم الحجر وصنع منه حياته اليوميه. المخلفات دي بتاعت الحضاره الانسانيه بنسميها الارتيفاكس، احنا بنسميها ارتيفاكس او ارتيولوجيكال ارتيفاكس، اللي هي بقايا الحضارات الانسانيه القديمه. يعني مثلا لو نقول لما نقول العصر الحجري هيسيب ايه؟ ارتيفاكس. العصر الحجري ممكن نتخيل انسان العصر الحجري، لو رحنا متحف من المتاحف وشفنا المجموعات اللي موجوده من العصر الحجري هتلاقي فيها الكلام اللي احنا بنقوله. طيب احنا دورنا، هكمل انا بعد كده اكستنشن للماتيريال. طيب انا دوري ايه؟ انا كساينس، ساينس اللي هو ابلكيشن اوف تكنولوجي او ساينس تكنولوجي، تمام، تو ايه بقى؟ ايه اهدافي او اغراضي في الموضوع، التاسك بتاعي؟ ستادي ذا تكنولوجي او الماتيريال تكنولوجي، ستادي اوف تكنولوجي، ابلكيشن اوف ساينس تو ستادي تكنولوجي. طب نتخيلها ازاي؟ تمام، لو عندي صناعات قديمه من المعدن، تمام، وعايز ادرس هم كانوا بيعملوا الصناعه دي ازاي، هستخدم اجهزه ايه؟ اكس ار دي مثلا، اكس راي ديفراكشن، هستخدم الاكس راي فلوريسنس، تمام، عشان ممكن اعمل ستادي للهيستوري او الهيستوري اوف تكنولوجي. يبقى هنا اول حاجه انا استخدمت العلوم في دراسة اللي هي التكنولوجيا او طرق الصناعات القديمة. يعني اول حاجة يبقى انا باخد مبدأ الاولاني ان انا ازاي اطوع العلوم الاساسية في تطبيقات في دراسة التكنولوجيا، دي نوع. تاني حاجة انا عرفت الماتيريال، ازاي برضو اطبق العلوم في مجال الحفاظ على التراث الانساني، ده دور ثاني اللي هو تعبير الكونسرفيشن ساينس، ان انا بطبق التكنولوجيا او العلوم المختلفه والمتعدده في ايه بقى؟ في الحفاظ على التراث الانساني. بدا بعد كده الانسان تعرف على صناعه الفخار وقدر يعمل، يعني وصلنا من الانسان الحجري بعد كده بدأ يظهر بقى صناعة الفخار المختلفة. فتلاقي مثلا في المتاحف المتعددة هتلاقي مجموعات كتيرة من الألوان الفخارية على مدى كتير جدا من 4-5 آلاف سنة. بعد كده هنلاقي دخل في صناعة البرونز النحاس، فسموه بالعصر النحاسي. العصر النحاسي أول ما ظهر عصر النحاس بدأ يستخدم المعدن، سموه بالعصر النحاسي. ثم بدأ بعد كده يستخدم اللي هو اتفضل الـ 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 البرونز، فسمي بالعصر البرونزي. وطبعا الحياة الإنسانية مرتبطة يا أولاد بالطاقة، يعني تطور الحضارات الإنسانية بالطاقة. ليه إحنا الحضارة الفرعونية وقعت والحضارات الأوروبية اللي هي اليونانية والرومانية ازدهرت؟ يعني في ناس علماء علوم برضو زينا بيرجعوا هذا الموضوع لموضوع الإنرجي أو الطاقة. يبقى إحنا عايزين نقول دلوقتي احنا دلوقتي اتكلمنا على الكونسرفيشن ساينس، ان احنا هندرس تاريخ المادة، طريقة صناعتها،
تشخيصها برضو، يعني ايه تشخيصها، ما اصابها، حالات التلف اللي بتصيبها، وازاي نحافظ على هذا التراث الانساني. بتطوع كل العلوم يا اولاد في هذا الموضوع. كيمياء تدخل معايا، المواد البوليمرات سواء كانت طبيعيه او صناعيه في موضوع التقويه ومجال الترميم. كفيزياء بستخدم الاجهزه التحاليل المختلفه اللي انتم بتعرفوها في المجالات المختلفه، بستخدمها عندي في الاثار، لان انا بقول عايز اقول ماتيريال ساينس. الاثر كماتيريال ساينس يعني ايه؟ ماتيريال ساينس يعني عندي حجر ماشي، دي اول ماده، عندي فخار، عندي خزف، عندي زجاج. بقدر اقسم الاثر كماتيريال الى نوعين، ماده عضويه واخرى غير عضويه. الماده العضويه اللي هي مصدرها يعني حاجات عضويه ومواد عضويه، المصدر الثاني اللي هو الانورجانيك اللي هو يدخل في اللي هي ما فيهوش كربون. يعني في عندي في العضوي الاخشاب، عندي البردي، الاوراق، المخطوطات، الجلود، الرق، البارشمنت، اللوحات الزيتيه والبرد، في جلود بارشمنت نوع من انواع الجلود برضو. ده كله في عندي. ندخل بقى اللي هي الهياكل الادميه، المومياوات، التراث الحيوي اللي هي خاص بالطيور والقديمه، وعندي البقايا الحيوانيه، البقايا النباتيه، ده كله دي بنسميها تدخل في المجال ايه؟ العضوي. طيب المجال الغير عضوي يدخل، بدانا بالحجر الستون يعني، والسيراميك والبوتري، الفخار والزجاج والمعدن، تمام؟ و يعني كل الحاجات اللي هي بنسميها الغير عضوي، تمام؟ في بعد كده الحاجه الايسينوجرافي. الايسينوجرافي ده اللي هي التراث الحديث. تعبير كلمة إيسانوغرافي اللي هو التراث الحديث، اللي هي الحاجات اللي نقدر نقول عليها 100 سنة مثلا، زي مثلا ايه يعني أسرة محمد علي، اللي هي التراث بتاع أسرة محمد علي، ده بنسميه إيسانوغرافي. ممكن كرسي قديم ليه 100 سنة بسميه إيسانوغرافي، تمام؟ وده بنقسمه برضو من جواه لعضوي وغير عضوي. الريش يا اولاد بنسميه ايسينوجراف، تمام؟ ده كله في تونية. لا ده هو ممكن يدخل العصر الحديث، يعني ممكن تلاقوا حاجات من 100 سنه او 50 سنه او 60 سنه. الافلام التصوير بنعتبرها شغل ايسينوجراف، يعني كل الحاجات التراثيه الحديثه بنسميها ايسينوجراف. مسميات كثيره، واديت لكم مسميات كثيره جدا عليها، الفخار والزجاج والمعدن والسيراميك، تمام؟ والمجوهرات، تمام؟ كلها دي ذهب، الحاجات مصنوعات المشغولات الذهبيه والحلي، كلها دي مواد اثريه او تراثيه حديثه لو كان فيها حاجه في الايسينوجرافي، ده مهم. العضوي احنا عددناه من الخشب للورق للمخطوطات للجلود للكتب، كلها دي موضوع. كلنا في الاخر، وحتى اتكلمت على العظم واتكلمت على البقايا الادميه والبقايا الحيوانيه والبقايا النباتيه والانثروبولوجي، كله دي تعتبر مواد لينا اثريه. لما اتكلم عن الانثروبولوجي ما بتكلمش هنا عليه كتراث مادي معنوي، انا بتكلم هنا يا اولاد على التراث المادي، الهاندلنج، الحاجه اللي امسكها. التراث بيقسم الى قسمين، هتاخدوه مع التورشن دي، بتقسم الى حاجتين التراث في الدنيا، تراث مادي، يعني كلمه مادي يعني اقدر ماده عباره عن ماده، وفي يا اولاد تراث معنوي. التراث المعنوي الحكايه، القصه القديمه، بيت الشعر، ده كله ده بيسموه تراث ايه؟ معنوي. لكن انا كشغلي انا بتاع ماتيريال ساينس، زي ما انا قلت انا هشتغل في الماده، تمام؟ يبقى احنا اول موضوع نتكلم عنه عشان كلنا نعمل قاعده لينا، عشان لو كنا عايزين نستمر في المجال ده يبقى نعرف ايه هي الماده الاثريه، اللي هي الماتيريال بتاعه الماده الاثريه. طبعا لو اتكلمت على الماده الاثريه لازم اتكلم على صناعتها واتصنعت ازاي، وطبعا ده دورنا احنا كعلميين ان احنا بنساعدهم، بنديهم معلومات. لما يجيب لي عينه، انا دلوقتي في معمل الاكس ار دي، اكس ار دي عباره عن جهاز
الناس بتوع فيزياء يمكن والكيمياء والجيولوجيا عارفينه، اللي هو بيقيس المعادن، بيعرف المعادن تمام. جهاز مثلا من الاجهزه اللي اسمه الاكس ار دي، بتجيني عينه انا بقول له انت عايز منها ايه او متوقع فيها ايه عشان اشوفه لك. العينه دي ممكن تكون حجر، ممكن تكون معدن، ممكن تكون فخار، ممكن تكون زجاج، ممكن تكون مواد ملونه. فانا شغلي ده، فانا بدي لك الاول القاعده انك تعرف ازاي ايه هي الماده، عشان ما تخش ماده عندك في المعمل انت بتشتغل على جهاز اكس ار دي، فبتخش عندك الماده عايز تعرفها تتعرف عليها، فالاول تعرف الماده اللي هي موجوده. نفس الكلام ده ينطبق على الاكس ار اف، ينطبق على الناس اللي بتشتغل كروماتوجرافي. لو جات له ماده فيها صبغه قديمه، ماده عضويه، عايز يعرف تحليلها، ده اللي هو شغل ايه الكروماتوجرافي تمام. فاحنا دلوقتي يمكن احنا دلوقتي قلنا ان الكونسرفيشن ساينس معناه ان هو ابلكيشن اوف تكنولوجي، او استخدام التكنولوجيا، استخدام العلوم في مجال التراث الانساني من حيث الدراسه بتاعته، خصائصه، ما التكنولوجيا بتاعته اللي هو طريقه الصناعه يعني، الحرف القديمه بتاعته، وفي نفس الوقت بنستمر فيه كدراسه مظاهر التلف اللي بتحصل له، بنشخص حالات التلف، بنقدر نعرف اللي بيعانيه عشان نوصل في الاخر للتراث الانساني. ده احنا مش كده وبس، ده احنا استخدمنا مواد كيميائيه زي البوليمرات الطبيعيه والصناعيه في مجال الحفاظ على التراث الانساني او في ترميم الانسان. نيجي بقى للمصطلح الثاني بقى، ده كلمه كونسرفيشن بتبقى كلمه اعم، لما نخش على ريستوريشن هنقول ان احنا بنعمل ترميم. طيب انا لما استخدم ماده سواء كان هذه الماده طبيعيه او صناعيه، ما هي كيمياء مش كده؟ تمام، يبقى داخل انا في الكيمياء، يبقى انا استخدمت كده الكيمياء في مجال الحفاظ على التراث الانساني، وده انا بسمي يعني مش المجمل كلمه كونسرفيشن اجمل يعني جمله عامه تضم كل التخصصات. ده اول. طيب اذا لو قلت انا ابلكيشن اوف ساينس ان اركيولوجي، جيت خدتها كده كمصطلح على جنب وعايز اقول ايه هو ابلكيشن اوف ساينس ان اركيولوجي، انا اتكلمت على الحفاظ بتاع التراث الانساني. طب ما في اولاد يمكن انتوا عارفين موضوع الديتينج او الكرونولوجي او التاريخ. انا مش بقرق بس بالعمله او بالكتابه او ما خالف ذلك تمام، انا بقرق بطرق علميه مش كده؟ مش انا ممكن اقرق بالكربون 14، طريقه الكربون 14 اللي هي فتره نصف العمر اللي هي اطرحها لواحد اسمه ليبي سنه 50. هذا الرجل كيميائي قدر سنه 50 يعمل معادله اللي هي هتدرسوها معايا، هي معادله نصف العمر، قدر يوصل بيها اللي الى تحديد العمر. والكربون ديتينج هو عباره عن تاريخ للمواد العضويه اللي ممكن يعني الرينج بتاعه يوصل 200,000 سنه، 200,000 سنه ممكن لحد 200,000 سنه بي سي ممكن تقدر توصل للتاريخ. وطبعا الاحتياطات وطريقه العمر نفسها وازاي اختار الماده، ودي بقى اللي هي ان احنا يعني هناخد منها معلومات عامه، لكن الزملاء اللي هيشتغلوا كربون 14 يبقى هم مسؤولين عن المعمل ده، يبقى هم اللي هيشتغلوا فيه مش احنا، يعني دول هندربهم على هذا المجال، او حتى مع الشركه هم هيتدربوا، او الشركه هتركب الاجهزه يتدربوا على هذا الموضوع. يبقى ده دي طريقه من طريق هذا الموضوع كيميائي، كيميائي فيزيائي، لانه في لما اجي اقول كربون 14 ما هو نظير مشع مش كده؟ يعني انا بتكلم على نظير مشع اللي هو بيتبقى في بعد وفاه او بدل يعني سواء كان نبات او ديت او حاجات زي كده بيتوقف بعد هذه الماده. اسال حاجه؟ في ماده الكربون المشع دي نظير بيدخل معايا ممكن يشتغل في الموضوع ده بتاع الفيزياء مع بتاع الكيمياء تمام؟ فده يعني ده معنى ده بنقرب لك، انا بقرب لك ازاي؟ خاصة انا بواجه الناس اللي هم بتوع العلوم ان هم ايه الهدف من الموضوع تمام؟ النقطة الثانية في الديتنج برضه اولاد اللي هو في التاريخ الاثار او تاريخ القديم، في طريقة اسمها الحلقات الشجرية، دي بتوع النبات، الحلقات الشجيرية او اللي هي ان كل سنة من عمر الشجرة بتعمل رينج او اللي هي بسميها تري رينج او هي دايرة. مجموعة الدوائر دي لو حسبتها لو عملت قطاع بقدر اعرف العمر بتاعها، مين اللي اشتغل فيه ده؟ انا بتاع الكونسرفيشن؟ لا. انا بتاع الترميم؟ لا. اللي بيشتغل في ده الناس بتوع اللي هم اللي بتوع اقسام النبات تمام؟ اللي هم المتخصصين في البيولوجي تمام؟ خاصة النبات اكتر تمام؟
في بقى اللي هي طريقه الوميض الحراري. الوميض الحراري ان هو كلكم عارفين ان الاشعه الكونيه كام شعاع؟ 3 الفا بيتا جاما. كل بيحصل بقى ايه يا اولاد؟ ان الاشعه الموجوده اللي هي بتاعت الفا وبيتا وجاما بتطلع. فاجي انا بعداد جيجر او اي عدادات خاصه بتسحب الاشعه دي، وبقى احسب نسبه اشعه الفا، اشعه بيتا، واشعه جاما. في معادله بعد كده بطبق فيها بتديني، هديها لكم بعد كده او ممكن تقروها هتلاقوها على النت موجوده في المواقع دي، ان هي بتديك العمر. مين اللي اشتغل في الموضوع ده؟ بتوع الفيزياء، صح ولا مش صح؟ مش كده؟ احنا دخلنا نوكلر فيزيكس، اشعه نوويه او اشعه فيزيائيه، اللي هي لسه من الكهرباء. فده طريق من الطرق، تمام؟ في طريقه ثانيه البوتاسيوم ارجون، في اليورانيوم المشاع، في طرق عديده جدا لقياس العمر او لتحديد عمر الاثر المختلف. فده اول نوع من الابلكيشن اوف سايز ان اركيولوجي. طيب الناس بتوع الجيولوجيا لو فاكرين هم درسوا حاجه اسمها الجيوفيزيكس، اللي هي معناها الاكسبلوريشن، الاستكشاف. طيب انا بطوع الحواس بتاعه الماده او خاص الارض، سواء مغناطيسيه، جاذبيه، كهربيه، سيزميه. هقول لكم فكره سيزميه بسيطه ازاي. هو انا دلوقتي لما زلزال بيحصل، ايه اللي بيحصل فيه؟ ان بيحصل ان بيصدر في بؤره عندي، بيطلع منها موجات، هي اللي بنسميها سيزميه. اللي احنا بنحس بيها بقى بتختلف درجتها وشدتها حسب قوه الزلزال اللي موجود. نفس الفكر البترول بيستكشفه ازاي؟ بيجي يعمل برضه زي زلازل صناعيه، بيعمل تفجير في منطقه بالديناميت، فبيتحرك عنده موجات سيزميه. لو في الموجات دي بتمشي في الارض طبقات، لو في زيت او غاز او ميه او حاجه زي كده، بتقدر تعمل انعكاس بتختلف يعني عن الطبقه العاديه، فنقدر نعرف منها هذا الموضوع. الناس بتوعنا احنا في الاول العلماء بتوع الاثار قال لك طب ما احنا نحاول نطبق الطرق العلميه دي في مجال الاثار. طب ما سهله، انا ممكن استخدم اكتبوها معايا الجاذبيه الارضيه، ممكن استخدم المغناطيسيه، ممكن استخدم الكهربيه، ممكن استخدم السيزميه، ممكن استخدم الرادار في الكشف عن الاثار المدفونه، ممكن استخدم الاثار سوري الجيوفيزيكس، العلم الجيوفيزيكس اللي هو علم دراسه طبيعه الارض. يعني انتوا عارفين الارض ليها جاذبيه، فاكرين الفكره بتاعت نيوتن، الارض ليها مغناطيسيه، الارض ليها كهربيه، الارض ليها سيزميه. لا، هو الاثر مش عباره عن ماده من مواد الارض، مش كده؟ الافران قديمه، الافران دلوقتي لو في بيت، لو في عندي بيت قديم، البيت القديم ده مش فيه افران؟ الافران دي مش لها عباره عن طبي واتحرق؟ اول ما الطبي ده بيتحرق بيعمل ايه؟ بيحتفظ بالمجال المغناطيسي القديم، تمام؟ فقال لك طب ممكن ايه؟ طب ما انا ممكن استخدم المغناطيسيه القديمه في تحديد العمر. وعشان كده عملوا المغناطيسيه الاثريه او بيسموها الاركيوماجنتيزم، في علم عندنا في العلوم اسمه الاركيوماجنتيزم. هذا الاركيوماجنتيزم انكم ممكن تقدروا من دراسه المجال المغناطيسي القديم نقدر نعرف عمر الماده، وده يعني يمكن خاص بالفخار والسيراميك والافران والمواقد وافران الصهر المختلفه. هي الكهرباء جت؟ طيب انفصل من تحت اصلا. فطبعا يعني ده من يعني علم الاركيوماجنتيزم اللي هو علم دراسه المغناطيسيه القديمه. طبعا في الباليو ماجنتيزم بقى الحاجات القديمه الملايين السنين، لكن الاركو ماجنتيزم ده بيشتغل على 200,000 سنه 300,000 سنه، لانه بيقول لك ان المجال اي ماده بتحترق في زمن بتاخد اتجاه وشده المجال المغناطيسي في الزمن. فانا لو عامل كيرفات يعني نشط وتاريخ وتطور علم الترميم، اعتقد يمكن الدكتور علي كلمكم فيه ان هو موضوع الترميم ده مش موضوع جديد،
لا ده موضوع من ذو القدر يعني، كان من يمكن تورعان يكلمهم عن التاريخ والنشأة بتاعة بداية المشروع. موضوع التلميم ما هوش قديما، إنسان من زمان قديم الأزل هو بيفكر إن هو يسيل أو يصون أو يحفظ الحاجة اللي بيعملها. فحتى تلاقي مثلا أبو الهول قبل كده تعمل له مشروع التلميم في العصر الفرعوني. يعني في مشروعات تلميم مش بس احنا دلوقتي، لا ده حتى الهيستوري يعني تاريخ نشر التلميم يبدا منذ العصور القديمه. حتى في العصور الاسلاميه كان في مشروعات تلميم. انا لما بجدد البيت بتاعي، ما هو ده اسمه كونسرفيشن، صيانه حفاظ، بيتي حصل لي فيه حاجه، الحمام بتاعي حصل فيه حاجه، انا دي بعتبره ايه اللي هو موضوع من اعمال الصيانه. فدي سلوك بشري يعني، ان هو بيحافظ على او بيحاول يصون او يحفظ مع اللي بعده. طيب يعني هو المقصود بالنشأة والتاريخ ان هو الاثر بيتعرض او التراث بيتعرض لمجموعة من التلف. التلف ده قد يرجع للعوامل الفيزيائية او كيميائية او الاثنين مع بعض. طبعا انا دلوقتي ده بيختلف من مكان لاخر. الاثر في متحف بنسميه مقتنى متحف، ده ليه قصة تانية، صيانة متحفية. الاثر اللي في الاول دور يعني بنقسمها في مكانين، الاول دور اللي هو المكان المكتوب، مش كده تراني ولا انا غلطان؟ وفي اللي هي الاندور اللي هو الاثر الموجود في مكان مغلق. ده بيتعرض يا جماعه لعوامل بيئيه مختلفه عن ده. اللي موجود في الخارج ده بيتعرض لايه؟ رياح وامطار مش كده، ودست وغبار وعوادم سيارات مش كده، تمام، وامطار حمضيه لو في منطقه ساحليه ورياح ونحت رياح، ده بسميه كله عوامل تلف، تمام؟ طيب ده نوع فيزيائي. لكن لو في حاجات كيميائيه بقى تخش مثلا امطار حمضيه في اسكندريه مثلا، لو جاي مطر من اوروبا هيكون مطر حمضي، حتى لو جاي على القاهره بيكون معاه احمر. ليه؟ العوادم اللي بتاعت المصانع والادخنه بتحول اللي هو ثاني اكسيد الكبريت الموجود في العوادم الى بقى الميه بيديك حمض كبريتيك. طبعا ده لو اعتقد حمض الكبريتيك بيتفاعل ممكن يعمل لي مشاكل في لو في ماده اثريه. نفس الكلام لو في عندي ثاني اكسيد الكربون بيتفاعل برضه مع بخار الميه هيديني حمض كربونيك، هي برضه هياثر في الماده. فده كله ده يعني اذا ده متعرض للاثار اللي هي في الاماكن المفتوحه. لكن الاثر جوه متحف اعتقد اللي اثر عليه اولاد التوازن البيئي جوه المكان، الاختلال بين درجات الحراره والرطوبه، تمام، الضغط لو في اتربه، لو في ثاني اكسيد، لو في تنفس، إن لو في مثلا مقبره وبيزورها زوار كتير جدا، نسبه البقر دي بتتحسب بنحسبها بالجرامات. فمثلا البقر ده بيأثر على النقوش، بيأثر على الالوان الموجوده، تمام. انا دوري كساينس ان انا بدرس العوامل دي، سواء ان انا بعمل قياس حراره مونترنج، بقيس رطوبه مونترنج برضو، بقيس ثاني اكسيد كربون، بقيس دست. مين اللي بيقيس الكلام ده؟ بتاع الفيزياء، هو اللي يقدر يقول لي الحراره كذا ويترجمها. بتاع الصيانه بتاع الترميم بقى يقول لك لا ده انا عايز اظبط الحراره عشان الماده دي حساسه، الورق لو انا درجه الحراره زادت عن كذا هيحصل لي كذا، المقطوطات هيبقى كذا، الموميا يحصل لها جفاف. فده دور الفيزياء، دور الفيزياء في هذا المجال. اللي بعد كده في بعض كلمه علم الاثار يعني اللي هو الاركيولوجي مش كده، ده لفظ بيتقسم الى قسمين، اركيو ولوجي. كلمة لوجي معناها العلم، يعني زي جيولوجي، تمام مش كده، بيولوجي. احنا بنسمي هنا اركيو، اركيو يعني قديم، اللي هي علم الحضارات الإنسانية أو التراث الإنساني القديم. الآثار كلمة مفرد أثر، وهو معناها الشيء الباقي، والآثار تضم الأعمال المعمارية والأعمال المنحوتة، زي ما أنا قلت في أول محاضرة اللي أنا بتكلم على المواد الأثرية بأنواعها سواء كانت عضوية أو غير عضوية، اللي هو ما يبقيه الإنسان القديم سواء من الهاند كرافتنج أو الحضارات أو المباني أو خلافه هذا الكلام، تمام؟ اللي هو العضوي زي أو الغير عضوي، ماشي. طبعا الآثر التاريخي الدكتور علي طبعا هم بتوع القارة التاريخية عارفين يعني دورهم عظيم جدا في المعز هنا. يعني انا بصراحه يمكن انا ودكتور علي نشترك في جزئيه واحده، ان احنا نقول ميلين للطلاينه شويه في العلم بتاعنا. لكن انا ما شفتش دوله في العالم بترمم مثلا كم اثر هنا ترمم في القاره التاريخيه؟ كتير جدا. كام يعني تقريبا يعني حط رقم كام يا استاذ؟ 200 و لا 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 ده 200 وحاجه يا ابني.
طيب. المرحلة الواحدة انت عارفة في ايطاليا لو رمموا اثر شو بيعملوا ايه؟ مفيش ترميم اثر كامل في ايطاليا، يعني هو بيدخل يرمم جزء من اثر لكن ما بيدخلش يعني ياخد مشروع كامل. يمكن من المشروعات الكبيرة اللي اتعملت اللي هي ضخمة القارة التاريخية. انتوا لو شفتوا الشارع ده اللي انتوا فيه، يعني اللي انتوا قاعدين في مكان يعني ده تراث اسلامي، لو في اوروبا مفيش العدد ده كله هتلاقي في مكان واحد، مفيش. يعني احنا عندنا فعلا يعني احنا عندنا تراث انساني كبير او ضخم. يعني التراث معناه كل شيء موروث من الماضي بنسميه تراث، بنقسمه لنوعين زي ما انا قلت، تراث مادي وتراث معنوي. المعنوي الحكوه والغنوه والرجل والقصه والكل ده بسميه معنوي. المادي كل اي شيء انت تقدر تلمسه بايدك وتتحركه وتنقله ده بعتبر ايه مادي. وزي ما قلت لكم انواعه زي ما انا اتكلمت اللي هي بسميه انا الاسينوجرافي. خلاص، في اللي هو التاريخي اللي هو ليه اهميه او مدلول تاريخي او ما يرجع الى الماضي. تمام، اعتقد المحاضره دي هت يعني فيها اللي انتوا عايزينه. ماشي، اللي بعدها المكان المقصود به الموقع او المكان المقصود بالقيم الثقافيه اللي هي تم اي يعني تراث له قيمه جماليه او تاريخيه او علميه او اجتماعيه روحيه ترجع الى الماضي. المقتنيات الثقافيه الممتلكات سوري اللي هي كالتشر بيقول ده مصطلحات، كل دي مصطلحات ليها هو المقتنى المجموعه المنشا الموقع كله دي يدخل في موضوع الممتلك الثقافي اللي هي ليها قيمه فنيه او تاريخيه او علميه او دينيه او اجتماعيه. لا امسك بس حته علميه، هو يا جماعه المحميه ما تعتبر تراث؟ تمام، ليه؟ يعني مثلا لو اقول محميه وادي الحيتان فيها ايه؟ دي هيكل عظميه للحيتان. تمام، ليها قصه احنا بنقولها بسيطه كده، انا هقول لكم فيلم عنها مره. هو كان انتحار جماعي للحيتان حصل في فتره اللي هو الانحسار بتاع البحر، ان هم جو في المنطقة ضحلة، فحصل نفوق لعدد كبير جدا من الحيتان، فجبل كامل من الحيتان موجود، فده في ممتلك له قيمة علمية. تمام، ممتلك له قيمة، ده أنا بضرب بس عملت رمز للموضوع ده، فده نوع من التراث. وليه شغل في الصيانة برضه ليه، بس للأسف احنا كمصريين مش ما عندناش سكولة أو مدرسة في موضوع صيانة الحيتان والحاجات القديمة لأنها حاجات جيولوجية، فيمكن بتوع جامعة شيكاغو أعتقد هم اللي متميزين في الموضوع. موضوع التوثيق، والتوثيق مهم جدا من الحاجات الأساسية جدا. التوثيق أي معلومات أولا أنت حاجة تاخدها عن الماضي عن الأثر أو الممتلك الثقافي، سواء كان صور قديمة خرائط مواقع ما حكى عنه الكتب. يعني مثلا في رحالة كتير جدا زاروا مصر فترات، في عرب برضو كتبوا، يعني في ناس هتلاقي يعني دي كلها معلومات بتفيدني في التوثيق. لكن انا بالنسبه لي كساينس ابلكيشن تكنولوجيا، انا دخلت التكنولوجيا كلها في موضوع التوثيق. الحاسب الالي في التوثيق ده ما يعتبر تكنولوجيا مش كده؟ الشغل الجهاز الليزر اللي هو 3 دايمنشن ما يعتبر نوع من انواع التكنولوجيا في استخدام التطور اللي حصل في الكاميرات. يعني في كاميرات ممكن تعمل لكم تقطع لك الاثر، يعني تعرف كل حاجه قطعه منه في ايه. استخدام الانفراريد كاميرات كله ده اولاد استخدام ابلكيشن اوف ساينس، يعني ابلكيشن اوف تكنولوجي. يعني التكنولوجيا بتاعتنا او الساينس بتاعنا فاد في موضوع التوثيق لهذا التراث الانساني. اللي بعدها طبعا كلمه الترميم، احنا مش عايزين يعني بالنسبه انا الترميم في ناس متخصصه هنا بروفيشنال في الترميم، انا بتكلم على الترميم عموما هو اعاده الاثر الى حالته الاصليه والحفاظ عليها. يعني انا ما جددش، يعني في ضوابط عندي، في معايير هنتكلم عنها في محاضرات، المعايير والاخلاقيات بتاعت البحث العلمي، في معايير لهذا الموضوع. ان انا يعني ان اعيد الحال لاصله ده حاجه عظيمه، ان انا ما اتلفش حاجه عظيمه، ان انا كمان امنع العوامل التلف ده حاجه كويسه جدا. ده بيتوقف عليها في اسكس او في معايير لموضوع لمجال الترميم. الترميم بنقسمه الى قسمين عندي، كمل دكتور بعدها.
الترميم طبعا هو هنا بديك لكم كلمه تروست معناها ايه وروشن يعني ايه بتقروها بقى اللي هي مصطلحات الترميم العامه اللي بعدها. الحفاظ بقى الحفاظ اتكلمت عنكم عليه النهارده اللي هو الكونسرفيشن اللي هو العام اللي هو الحفاظ على التراث الانساني تمام. ده حاجه يعني مهمه جدا. وفي اللي هي كلمه اللي هي كلمه كونسرفيشن جاي منين معناها يحفظ او يصون. واحنا حكينا في اول المحاضره عن موضوع الصيانه او الحفاظ اللي بعدها ده. الحفاظ على الاثر بنفس حالته او ايقاف مسببات التلف ده مهم جدا. كلمه المصطلح الكونسرفيشن يمشي على التراث الثقافي كله. لما اقول التراث الثقافي ما معناش مبنى، اتكلم على الكتاب القديم، بتكمل على الخريطه القديمه، بتكلم على اللوحه، بتكلم على البرديه، بتكلم على مجالات متعدده جدا. حتى التراث الحيوي، الحيوانات القديمه، المومياوات، كله ده يدخل يا اولاد في التراث الثقافي. ماشي في اللي بعدها. كلمه بريزرفيشن اللي هي معناها حمايه او حفظ للاثر بحالته. طب انا ايه كلمه انا بعمل سنه ليه؟ عشان انا امد الاثر يعني الحاجه عمرها عشان تعيش للاجيال الثانيه، مش انا عشان استفيد انا بيها في المكون الموجود دلوقتي، لا انا اكون بحاول ان انا احفظ للقادم او بطول عمر الاثر. كمل بعدها. في نوعين من الترميم عندي، الترميم المعماري اللي هو بيشمل المباني والمختلفة، وده بيدخل فيه جزء إنشائي شوية، وده من يتكلم عن المعابد، ويمكن ده مش احنا مش في تخصص اهتمامنا، بس لكن أنا افترض أنا في المعمل عندي وجات لي عينة مونة. أنا في الإكس آر بي بشتغل، عايز أعرف المونة تركيبها إيه، فاللي شغال بيعرف إن قبل ما أعمل دراسة المفروض اعرف المونات القديمه ايه، اشخص الماده ايه، الحجر نوعه ايه. فده بيدخل كله في مجال الترميم المعماري. اللي بعد كده كمان الترميم الانشائي اللي هو بيشمل ايقاف مسببات التلف الناشئه عن استخدام يعني مثلا لو عندي منشا وحصل له مشاكل بتدخل انشائيا ان انا بعمل خوازيق، بعمل علاج للتربه، بعمل علاج للارضيه، ده كله ده بيدخل في مجال الترميم الانشائي. الترميم الحضري اللي هو اللي يقصد بيه البيئه المحيطه بالاثر. ناخد مش هنروح بعيد يا دكتور علي، المنطقه اللي احنا فيها دي هي خير مثال للتراث الحضري تمام. اللي حوالينا ايه؟ منطقه شارع المعز، منطقه الجماليه، القاهره، تداخل الانسان مع التراث ايه اللي بيسببه؟ اكيد ليه اثار سلبيه صح؟ استخدام الاثر في غير غرض ليه، زي الدكاكين زي ما انتم شايفين، المجاري اللي هي موجوده، رفع في الزراعات، لو عندك اثر في زراعات مثلا معبد الكرنه كان زمان من القصب اللي حوالين المعبد تلاقي يرفع نسبه الميه الجوفيه. فانا مش عايز افرق بين التراث وبين البيئه اللي حواليا، فانا لو دوري ان انا بعمل المفروض المنطقه كمان اللي حوالين القصب. ما هو انا مش بس يعني كترميم دقيق انا ممكن اعالج، لكن في عندي عوامل رئيسيه لازم امنعها اللي هي الموانئ اللي يعني امنع التلف. عشان امنع التلف ده لازم ادرس كل البيئه المحيطه بالاصل. اللي بعدها طيب كلمه الصيانه زي المانتننس، يعني المانتننس يعني نقصد لو انا بصين جهاز يعني انا بقى ايه بحاول انه اخليه بيشتغل باستمرار. بالنسبه لمصطلح الاثر هو العنايه الدائمه والمستمره بالاثر، يعني انا كل لازم اتدخل سريعا، يعني المفروض ان انا كاخصائي ترميم ان انا بشوف المنطقه او المعبد او المقبره لو في مظاهر ظهرت عندي دوريا بعمل تقارير دوريه، تقارير حاله دوريه، عشان لو ظهرت حاجه عندي بتدخل اللي بعدها. اعاده تاهيل يعني انك انت اعاده توظيف الاثر، يعني احنا دلوقتي المكان اللي احنا فيه دكتور علي بيستغله ايه؟ ها؟ قاعة محاضرات، بيعمل لنا مدرسة سكولة كده ايطالية مصرية مدرسة، فاحنا بنسميه مثلا ايه؟ ده اسمه اعادة توظيف. التنمية الثقافية مش كده دكتور علي ولا غلطان؟ التنمية الثقافية مستخدمة بيت الغنى هنا في شارع المعز، بيت السنان، بيت السحيمي، ده اسمه اعادة تأهيل. انتوا عارفين يا اولاد هو ليه ميزة كويسة كده؟ ايه الميزة؟ ان المكان ما يبقاش مهجور. استخدمه بس مع استخدام الكلمه اللي انا قلت عليها اللي هي المانتنس الصيانه،
تمام. فانتوا لو زرتوا هنا خليهم يقولوا علي زوروا الاماكن اللي هنا الموجوده هتلاقوا ايه. مثلا التنميه الثقافيه بتستغل مثلا بيت من البيوت. بيت ايه اللي عاملاه؟ بيت الغنى السحيمي. انا جنب بيت السحيمي. فالبيت ده هو اثر، لكن بيبقى فيه حفلات مثلا عود، حفلات غنى مع الحفاظ على الاثر. انا قعدت هنا كده، انا استخدمت عدد تاهيل بس بضوء ضوابط معينه ان انا احافظ على المبنى بتاعي. يعني مثلا عندنا مثلا في هنا في الناحيه الثانيه ناحيه الازهر في ايه في اللي عند بيت ست وسيله وبيت اسفانيا. كله ده كله مستخدم اولاد ومعاد تاهيله لاستخدامه لانشطه ثقافيه. بس انا يعني ايه مع دور الحفاظ والصيانه. بيت العود في الهراوي. بيت العود في الهراوي. كل دي اسمه ايه بقى؟ اسمه عدد. انا بقرب لكم المثال بس ده اسمه عدد تاهيل. اللي بعدها في بعض الاطلال المواقع الاثريه المختلفه، يمكن انتم يمكن مش هتبقوا مهتمين بيها شويه، لكن هي اللي قصدي بيها اعاده التكوين او اعاده تشكيل. نكمل اللي بعدها. ماشي اللي بعدها. تمام. مجالات علم الاثار زي ما اتكلمت النهارده ان انا علم الاثر. تخيلوا بقى هياكل عظميه مش كده؟ بقايا نباتيه، تراث حيوي، اشجار، ممكن ورق، مخطوطات، كتب، مش كده؟ ده كله يدخل فيه في التراث الانساني. تمام؟ زي ما احنا نقول ما بعد ال 18 احنا بنسميه اللي انا زي ما قلت اللي هو التراث الحديث او السينوجرافي. وزي ما انا قلت لكم، لو قلت لكم لو عارفين يا اولاد لو قلمه صوفيه لها 100 سنه يعني دي برضه تعتبر تراث مش كده؟ لو صور ليها 100 سنه بعتبرها ايه؟ بدخلها تراث. ها؟ لا انا بص حضرتك احنا دي لها قواعد ولها معايير عشان نقدر نقول عليها. انا بتكلم على مقوله من بعد اسره محمد علي. وانا ليه دخلتكم في التراث؟ عشان انتم يمكن الماتيريال اللي عندكم في الحضاره متنوعه، لكن هي معروف ان هو في نبدا بالقرن ال 18 هنديه كله فترات كذا. طبعا ده في حاجات معماريه وفيها طروز معماريه وليها مجالات من المجال ده. نعم. الزمن والعماره وشكلها والطروز الفنيه، وفي حاجات موضوعات كثيره جدا في التاريخ يعني تاريخ النظر يعني. تمام. فرع اختصاصات علم الاثار في اثار ما قبل التاريخ، ده بيدرس الاثار اللي مع بدايه ظهور الانسان وقبل ظهور الكتابه اللي هي مسميها زي العصر الحجري زي ما انا قلت لكم النهارده. في الاثار القديمه اللي هي تتكلم على الحضاره الفرعونيه، حضاره بلاد الرافدين، الحضاره الاغريقيه والرومانيه. الاثار في الاثار اللي هي الخلافه الاثار الاسلاميه طبعا اللي هي ظهور الاسلام. وطبعا في اللي هي مملوكي وعباسي مش كده وعثماني واموي. يعني كله ده يبدا بالاموي وبعد كده بالعباسي ثم المملوكي مش كده، وبعد كده اللي بعدها دكتور ماشي. طيب بجيب لهم حد في الحاجات دي يعني ماشي مش بتاعتنا الكلام. طيب في بعض العلوم البصمات الاصابع ده علم من العلوم اللي ظهرت حديثا، ان احنا الصانع بيعمل برنت بايده الفخار. تمام. فده في دلوقتي علم ظاهر جدا ان احنا بستخدم علم بصمات الاصابع في دراسه سنه. الجماعه اليهود كانوا بيدرسوا، انا كنت قابلت حد منهم زمان امريكي بس هو ما عرفش انه يهودي، لكن عرفت انه بيشتغل في ايه. عارفين يا اولاد كان بيشتغل في ايه؟ كان بيدرس هجره اليهود من مصر كانت امتى؟ دكتور علي؟ فكان بيدرس الموضوع ده بالبرنت بتاع الاصابع. ان الفخار بتاع اليهود او صناعه اليهود ليها رموز معينه في اليد. كان بتجمع الدكتوره دي كانت بتجمع الفخار من مناطق مختلفه جدا وعايزه تتعرف على مسار الهجره بتاعه اليهود شكلها ازاي. فهذا العلم هو علم بصمات الاصابع. في بعد كده علم الاركيولوجيا. منهم من بعض كان عاملينه في الشرقيه الشغل ده عندكم. كان شغال هناك. طب ما تحكي لنا احكي لنا دكتور على الموضوع ده، احكي لنا عليهم يعني يمكن انت عايزين. خلينا اساسا عايزين نديكم حاجه معينه وحاجه طريقه المعلم اللي هو خلينا اساسا من الشرقيه.
كانت عاملها مشروع اللي انا شفتها بعيني يعني وقعدت معاها كمان هي كانت بنت لا هي دي بالذات كانت متخصصه في الفخار لا كانت شغاله يمكن شغاله هي هي جمعت عائلات كتيره جدا اوبجكشن اللي كان الموضوع ده طيب ماشي الناس نكملها بعدين ماشي طيب علم الاركيولوجيا ماشي اللي هي علم يهتم بتحديد براز الحيوانات بقايا العظميه النباتية النظام الغذائي للإنسان الأنثروبولوجيا تمام أوكي اللي بعدها العلوم المساعدة لا لسه العلوم المساعدة ماشي كمل ماشي خلاص علم المساحة من العلوم اللي بنستخدمها قبل عملية الحفاير أو أي رفع معماري أنا لازم أستخدم علم المساحة أنتوا عارفين المساحة بتبليد أو المساحة بألواح المختلفة علم اللغة طبعا النقوش والكتابات القديمة دي بنسميها علم اللغة ودي بتختلف مثلا هيراقيقي ديموقيقي هيروغليفي دي بنسميها علم اللغة دي مجرد للمعلومة بس اللي بعدها علم الخطوط القديمة اللي هي الكتابات والخطوط القديمة زي الخط المسماري عند الرافدين خط الهيروغليفي خط اليوناني عند الرومان العربي في الحضارة الإسلامية علم نعم ممكن لغة زي اللغة النوبية مش بتكتب في لغات لا تكتب زي النوبي في لغات أفريقية كتيرة لما بتكتب تكتبش لكن اللغة الخطوط كل لغة لها خط لكن في بعض اللغات زي النوبية ملهاش خط في لغات كتيرة لا بتكتب لا النوبيا ما النوبيا ما تكتبش خالص انا معانا النوبيا لا تكتب ولا سعر عموما دي ناقشوها مع حد بتاع اثار يعني خلينا في موضوع ماشي طب نكمل بس عشان الوقت في الباليو جيوغرافي وده علم بيدرس الجغرافية القديمة والعصور القديمة والكيفية والتغيرات المناخية اللي حصلت ودراسة البحيرات والأبحار الأنهار القديمة يعني مثلا نهر النيل اللي كان كذا فرع ده بسميه الباليو جيوغرافي علم ده اسمه علم الباليو جيوغرافي وبعد كده الباليو كلماتولوجي هي معربة على فكرة المحافظة يعني الباليو كلماتولوجي هو العلم اللي بيدرس المناخ القديم المناخ اللي حصل هنا كان حر هنا كان برد ده بنسميه ما كلمة كلماتولوجي معناها مناخ يعني علم المناخ القديم علم البترولوجيا ده بيدرس البترولوجي الصخور عارفين بترولوجي معناه دراسة الصخور علم دراسة الصخور ده كل العلوم بستخدمها في علوم الآثار كل العلوم اللي أنا بقولها دي بتستخدم في علم الآثار تمام طبعا أنا بالنسبة لي كأثر المعدن المنجم المحجر كله ده يدخل تحت علم البترولوجي اللي بعديها بتطلع علم الجيولوجيا من العلوم برضو المهم عندنا في دراسة الآثار وانا بدرس المقصود بعلم الجيولوجيا انتوا عارفينه اللي هو علم دراسه الارض وبما فيها من موارد بما فيها من احجار بما فيها من جيوفيزيكس كل الكلام ده مهم جدا علم الجيومورفولوجي ده علوم من العلوم المرتبطه بين الجيولوجيا تزاوج بين الجيولوجيا والجغرافيا بنسميها الجيومورفولوجي الجيومورفولوجي بيهتم بدراسه ايه يا اولاد شكل الارض والتضاريس بتاعه الارض بنسميها الجيومورفولوجي علم الجغرافيا اللي هو بيدرس طبيعه الارض وتقسيماتها السياسيه والاجتماعيه بيدخل بقى في الانثروبولوجي يعني في الدراسات الاجتماعيه دي بعدها في علم الخرائط تمام هو علم بيدرس الخرائط عندنا في الجيولوجيا بنعمل وفي الجغرافيا برضو بندرس الخرائط المختلفه والعلم ده
مهم عندنا، بنستخدمه أرضا في الدراسات الأثرية. أنا لما أجي أعمل حفارة يا دكتور علي بعمل خريطة للمكان، فأنا لما يكون معي جيولوجي بيقدر يعرف لي. الجيولوجي برضه بيساعدني أثناء الحفاير إنه ممكن يعمل لك تتابع الطبقات بتاعة الحفاير دي إيه ودي إيه، ويصنف لك ويقدر يكمل لك. العلم الباليانتولوجي اللي هو ممكن أدرس بيه المجتمعات القديمة. بعد كده علم دراسة الإنسان من ناحية الاجتماعية اللي هي الأنثروبولوجيا، اللي هو بيدرس بيها السلوك البشري والإنساني. ودي بنقسمها في الأنثروبولوجي معانا، بنقسمها الأنثروبولوجيا الطبيعية والأنثروبولوجيا الاجتماعية. الطبيعية اللي هي بتدخل فيها، ممكن أدخل فيها اللي هو الفيزياء الإنسان نفسه، تمام، طبيعة الإنسان، جسمه، السلالات، العظام، الهياكل، الأمراض القديمة، الأنثروبولوجيا الطبية بتقسم. والاجتماعية اللي هي بترتبط بالمجتمعات والعادات والتقاليد، فهذه بتتقسم إلى قسمين. ماشي، اللي بعدها علم الكيمياء، هو من العلوم اللي ممكن ندرسها عندنا. بندرس عوامل تلف الأثر، بندرس تاريخ الهياكل العظمية وكيفية كده. علم الفيزياء، بيستخدم علم الفيزياء في الدراسات الإثرية للكثير من المواقع الأثرية باستخدام الطرق الجيوفيزيائية زي ما أنا قلت النهاردة. قلت إن أنا بستكشف الآثار، بستخدم برضو زي طريقة المقاومة الكهربية، المجال المغناطيسي، في تحليل المواد، دراسة مظاهر التلف باستخدام الأجهزة الفيزيائية، ده كلها من المواد. علم المسكوكات، ده علم من علوم الآثار، وده عبارة عن المسكوكات، هي عبارة عن نقود، عارفين الفضة، نحاس، ذهب، برونز، سبايك، بيتعمل منها عملة معدنية، ده بنسميه في الآثار اسمه علم المسكوكات. علم التاريخ مهم جدا بالنسبة للترميم، لأنك أنت تتعرف على من ما كتبه الرحالة زي ما أنا قلت، الجغرافيين القدام، عن الأثر وخلافه. اللي بعدها المسح الأثري، يمكن أول موضوع من الموضوعات العلمية اللي اتكلمت عليها النهاردة، اللي هي موضوع اللي هي استكشاف الأثر. وأنا اتكلمت عن الطرق اللي هي بتستخدم في كشف الأثر، اللي هي الجيوفيزيكس زي المغناطيسية، الكهربية، السيزمية، دي كلها طرق بستخدمها، بستخدم الخواص بتاعة الأرض. لكن في عندي حاجات انا ممكن اقدر اعرف بيها الاثر ايه، زي اللي كان زميل بيقول بيسال اعرف قديم ولا جديد ولا حاجات زي كده. في طبعا حاجات طبيعيه انا ممكن اقدر اعرف بيها، زي ان انا بعمل مسح للمكان من حيث التربه شكلها ازاي، لو في اطلال قديمه في دكتور علي، يعني ممكن اروح تل العمارنه مثلا كمثال في المنيا، الاقي موجوده اطلال، يبقى الحته دي فيها. ممكن الارض تلاقي عليها فخار، لو رحت بقى البحر البقر في الشرقيه هتلاقي منطقه كبيره كده عليها ايه فخار من فوق، دي شواهد تدل على ان ايه المنطقه دي فيها فيها اثار. يعني مش بس الجيوفيزيكس، لا ده انا بعد كده عم استخدم الجيوفيزيكس، لكن انا ممكن من الشواهد اللي انا بشوفها على الارض ممكن اقدر اعرف الموضوع. الاهميه المسح الاثري ان هو مهم جدا عندي، لانه بيديني معلومه عن الموجود في بطن الارض قبل ما ابدا عمليه الحفاير الاثريه عشان اقدر اتعرف عن الاثر الموجود فيه. وطبعا ده شغل مهم جدا بيشترك بين الناس العلميين والناس الاثريين. اللي بعدها دكتور علي، طبعا البعثه، بنحكي هنا عن البعثه الاثار والمسح الاثري، بتضم ناس مجموعه من الحفاير. كمل تمام. المفروض البعثه بتاعت الاثار بتاعت الحفاير، البعثه العلميه الصح والسليمه، انا مش بس صيانه وترميم، لا، انت لو بديت من بعثه علميه تلاقي البعثات العلميه المحترمه جايبين معاهم واحد بتاع انثروبولوجي عشان لو ليك هياكل عظميه بيتحصل، بتلاقي جايبين معاهم بتاع واحد جيولوجيا عشان التتابع الطبقات وخلافه، بيجيب واحد معاهم بتاع سامبلنج عشان ياخد عينات للتحاليل اللي هو بيلاقيها. فالبعثه يعني من بدايه الحفاير المفروض يبقى الشغل علمي يا اولاد، يعني الدور العلمي مش بس انا عوامل مساعده الاثري، ان احنا بنقدر نقسم الشغل علميا برضه، ان احنا في فريق العمل لازم يكون في تخصصات مختلفه، حتى الهندسه، هو ما فيش غنى للاثار في الترميم المعماري على المهندس المعماري. نقدر نستغنى عن المهندس المعماري؟ نفس الطريقه، يبقى اذا حتى بعثه الحفاير لابد ان يكون فيها مهندس مصور. هو لا، دي بتلاقي حد تخصصه تصوير، انا لكونه الاستاذه مثلا او الدكتور بيقوموا بالتصوير ده يعني حاجه شكرا. في رسام يعني، لكن في في حد بيبقى بروفيشنال تصوير عشان يبقى موجود هو يصور، مش انا اللي اصور، تمام. في زي ما قال دكتور، في واحد بيبقى رسام مش بيرسم بس الموقع،
ده بكل الاواني الفقاريه اللي بتطلع او الشظايا الفقاريه بتطلع من الحفاير المفروض ايه بتترسم. بتلاقي الاسر عيني هو اللي بيعمل الرسم، هو اللي بيعمل كذا، لكن هو المفروض ان احنا لو بنشتغل بشغل فريق هنكون افضل. اللي بعدها طبعا وسائل المسح الاثري، وسائل كتير جدا، اولها موضوع الفرايض الجغرافيه والصور الجويه والكاميرات، وطبعا بعد كده المسح الاثري اللي بيتعمل كشف الاثار، بستخدم زي ما قلنا الكشف اللي انا بشوفه اللي هي لو كان في بقايا موجوده، اطلال فقار موجود على الارض، نباتات نايمه، التربه شكلها ازاي، كل دي بتبقى مدلولات خرائط قديمه، كل هذه في مدلولات على موجود موضوع الاثار. ما طولت لا في نوعين من المسح طبعا مهمين عندي جدا، ان انا بكون عارف ان المنطقه دي اثريه، تمام، دي حاجه. لو في يعني بيحصل في الموضوعات دي يا اولاد، يعني ايه مثلا بتاع موضوع الاثار، في ناس بتسال كتير جدا عن يعني مثلا منطقه وادي الملوك معروف ان هي منطقه اثريه مش كده؟ في مصر كل مناطق مصر مليانه، خاصه وادي النيل والصحراء مليانه مناطق اثريه. في عندنا اداره اسمها اداره الاملاك بتبقى فيها خرايط فتكون معروف فيها الاماكن دي. في بعثات بتشتغل في الحفاير يا اولاد بيكون عندها اتجاهات محدده للشغل، يعني هو بيشتغل في اللي بعد الفرايد. طيب اساليب الكشف على الاثار، اول حاجه الطرق الكيميائيه في الكشف على الاثار، ان بتاخد انتوا عينات من التربه، اول نوع لازم نبدا من اول الدكتور علي زهق من المحاضره بتاعتي على فكره. انا لا زهقانين ولا لا انا زهقت، لو تعبت قول وتعبنا ما خلاص انا ما عنديش مشكله. لا هو بس الرغوف ان في ناس بتسافر بدري بس موضوع السفر يعني ده لسه 2:10 ده لسه في محاضره ثانيه، في محاضره ثانيه ما عشان كده. طب ما دي يا سيدي مش هتبقى واحد، دي واحد هنكملها ثاني بس دي كبيره لان هي مثلا 70 شريحه فمش هتستحملوا 70 شريحه عندها. لا انا مش هقول لك عشان تروح تحفر انت. طب انا اروح اقول لك تروح تحفر دلوقتي يقول لك طب معلش نخلص المحاضره يا جماعه بعد اذنكم بس بعد اذنكم لان في ناس بتسافر. لا هات لي الاولاني، هات لي اول حاجه التحليل الكيميائي للتربه، اجيب العينه من التربه بحللها بشوف العناصر اللي هي الفوسفات والكالسيوم والنيتروجين والكربون، لو النسب دي زايده ده معناه ان كان في حياه قديمه كده، يعني معنى كده ان هلاقي ارتفاكس حتى. تمام، اول استخدام للكيمياء ان انا بقيس عناصر معينه في التربه دي، لو قدرت اعرف منها بعرف ان فيها حياه موجوده. في بقى البولين جرينز، حد عارف الجماعه بتوع الجيولوجي عارفين الحبوب اللقاح اللي هي نقدر نعرف منها اللي هي بتاعت الازهار، تخصيب الازهار دي نوع من انواع الحبوب دي بدل لكم. انتوا ناس كبار يعني مش صغيرين، هنسكتكم في اولى ابتدائي ولا اولى كليه. الحبوب اللقاح يا اولاد البولو جرينز دي من نوع من انواع الحبوب السيدز اللي هي بتبقى موجوده نتيجه لعمليه اللقاح اللي بتبقى في الربيع بين الزهور، ودي بتنقل عن طريق الرياح او الطيور او الحشرات، وممكن اقدر اعرف منها برضو موضوع ان في يعني هيستوري او تاريخ للمكان ده او في حياه في المكان ده. تمام يعني اذا انا ممكن اعرف المعلومه يعني تاريخ يعني ممكن اعبر هيستوري، ممكن اعرف في يعني في حد هنا سي تي سكان اعتقد، ما في حد اشعه تشخيصيه دكتوره عبير باين او حد، في حد طبيبه معانا مش كده، في حد طبيب. المهم الـ يعني الاشعه المقطعيه انا ممكن اقدر ما اعرف منها. نعم انتياره لا في حد معاكم، في واحده اسمها بعدين المعالين، انا كنت اقصد في الموضوع ده الاتي، ان انا ممكن بالاشعه المقطعيه ممكن اعرف طبيعه الميت لو كان مضروب زي ما حصل في توت عنخ امون كذا، بيبان
كسر جمجمه، كسر في الرقبه، يعني ده كله بيبين، يعني ده كله ده الاكس راي راديوجرافي، ده علم من علم الفيزياء. يعني الاكس راي راديوجرافي تصوير بالاشعه ده نوع من انواع الفيزياء الاشعاعيه. طيب بنتكلم دي برضو الطرق الجيوفيزيائيه اتكلمت فيها معاكم النهارده، ان هي ان بستخدم التيار الكهربائي في الكشف عن الموجود في باطن الارض. وطبعا معروف ان الارض ليها مقاومه، لما انا بمرر فيها تيار كهربائي بيختلف من طبقه لاخرى، بيختلف لو كان المكان ده فيه اثر او محتبس باثر او محتوى الاثر من اللي بعدها. المجال المغناطيسي اتكلمت عنه، اللي هي الخواص ان هي المغناطيسيه الارضيه، ان الارض ليها مغناطيسيه، في اجهزه بنقيس بيها المغناطيسيه ممكن نقدر نعرف لو كانت الاثار دي موجوده، لو كانت في افران قديمه، في مواقد، في يعني مواد ليها مغناطيسيه عاليه مدفونه، ممكن اقدر اعرف ان كان في المنطقه دي في اثار او لا. في بعد كده طرق الكشف بالاشعه، في الاشعه السينيه طبعا دي مهمه جدا، كنا لسه بنتكلم على الاشعه. عندي بقسم الاشعه لميديكال واندستريال اكس راي، هنعمل لكم ان شاء الله ده محاضره في الموضوع ده. الميديكال اكس راي ولا زي السيتي سكان، ان بتعمل كشف على السنه، على الظهر، على الرجل، على الـ على الـ على الموميا سيتي سكان. في اللي هو الاكس راي راديوجرافي اللي هو تشبيه الاندستريال شويه، ده بيكون البنتريشن بتاعه عالي، انا بقدر من خلاله اتعرف على اذا كانت الماده فيها شرط، فيها كراك، فيها في افلام انا اجيبها لكم ممكن تتفرجوا عليها في هذا الموضوع. تمثال كامل ده بسموه الاندستريال اكس راي. في عندنا سيتي سكان ده للحاجات الطبيه او الميديكال اكس راي، والاندستريال اكس راي ده بيستخدم في المصانع، ممكن اكشف بيه على المعادن، على احجار، على اي ماده مختلفه. بس هو طبعا الفرق هنا في البنتريشن، البنتريشن عالي او لا. بعدها في اجهزه للكشف عن المعادن، وطبعا دي بنستخدمها في التعرف على انواع المعادن المختلفه، ودي بتعتمد منها بيعتمد على الخاصيه المغناطيسيه. في بعد كده الصور الجويه بتقدر تعرف لي شكل الارض وسطح الارض لو كان في وديان او اشكال، بتساعدني في عمليه الحفاظ. الخريطه الطبوغرافيه اللي هي الخريطه بتمثل طبوغرافيه الارض، بتخدمني لو كان في مدى، في طريق، في مرتفعات منخفضات، دي بتبين لي المكان. اللي بعدها التاريخ. موضوع التاريخ زي ما اتكلمت النهارده المقصود بيه الكرونولوجي او الديتي او تاريخ الماده، ان انا عايز اتعرف على تاريخها. تمام. اول طريقه اللي هي الكربون 14، ويمكن اول واحد كان عمله الراجل اللي اسمه ليبي ده، اللي هي فتره نصف العمر زي ما انا قلنا، وكانت سنه 50 يمكن اول ماده اثريه، واتعملت ابحاث كثيره جدا في العالم بهذا الموضوع. هو هذا الموضوع مهم جدا للمواد العضويه، وانا قلت الرينج بتاعه ممكن يوصل ل 200 الف سنه. لا لا لا، دلوقتي الاجهزه الجديده، الاجهزه الجديده تمام. لا ما بص بقى، الدنيا اتطورت في الموضوع ده، هتاخدها معايا هقولها لك في الاتجاهات الحديثه. يعني دلوقتي في جهاز اسرائيل، فيها اسرائيل فيها اثنين جهاز اكسلريتور ماس سبكتومتري. الجهاز ده عباره عن مفاعل نووي صغير، لو انت عندك ملي جرام من العينه ممكن يعملها لك بالكال 14. في جامعه شيكاغو دلوقتي اخترعوا جهاز للبريبريشن بتاع العينات. المشكله كلها في تحضير العينه، ان ما يحصلش كونتمينيشن. بالمناسبه احنا عندنا في التعاقد بتاعنا في معمل كربون 14. تمام. اللي حصل في معمل هنا وحيد في مصر، هو في معهد فرنسا بتاع المرحوم ميشيل بوكر. المعمل ده كان زمان عشان زي ما قال الدكتور احنا بنجيب عينات ضخمه، عظم مكسر بقى عشان احصل على الكولاجين وبتاع. لا دلوقتي الاجهزه الحديثه، التطور بقى اللي حصل في العشر سنين الاخيره، ان انا ممكن اخد ملي موبايل، اخد ملي جرامز عينات صغيره جدا من العينه، واقدر اتعرف عليها على طريقه الكربون 14. لما اجي اشرح لكم الاجهزه، يعني ان شاء الله انا هجري اشرح لكم الاجهزه اللي جايه، انا هشرح الاول اجهزه عامه، وفي فتره متقدمه مثلا بعد شهر اقول لكم كل مثلا مجموعه تشغل اجهزه ايه، فهندرسها مع بعض. يعني عايز اقول لك ان حلت دلوقتي، يعني موضوع البريبريشن، في اجهزه للبريبريشن بتستخدم ملي جرامز مش العينات الضخمه الكبيره جدا.
ما هي الكونتمينيشن ده بيعتمد بقى على الذكاء فيها. ما هو عشان كده بيبقى فيه شغل احصائي يعني في ما بين بالظبط في نسبه معينه هي عايزه يعني اللي يشتغل فيها اولاد يكون هاي تك. يعني ايه هاي تك؟ يعني هو نفسه هاي تك كمان، يعني هو دماغه تكون مركزه.